هذا وتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الدولة ستستمر في جميع المشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى أنه تم تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي بالصعيد خلال الفترة الماضية وتم تحويلها لمحطات صرف ثنائي أو ثلاثي هذا الكلام لأن الدولة إن شاء الله كل تركيزنا بإذن الله هنستمر في هذه المشروعات اللي بتخدم المواطن وبتصل له بصوره مباشره، احنا طورنا في الصعيد ما يقرب من 60 محطه صرف صحي على مدار الفتره اللي فاتت، حولناهم كلهم الى صرف ثنائي مطور او ثلاثي. فالنهارده بقيت قادر استخدم المياه بتاعتهم علشان انها تستخدم لانها كانت بتنزل في المصارف، والمصارف دي بعد مسيره طويله ممكن بتصب على نهر النيل، عشان نضمن برضه نقاء المياه بقدر الامكان. كل ده حجم شغل النهاردة بيتعمل مع التطوير اللي بنعمله في المنشآت التعليمية هل مازال هناك تحديات؟ بالتأكيد مازال هناك تحديات وبالتأكيد محتاجين نشتغل تاني ونواصل الليل بالنهار عشان نكمل بقية المراكز